وقد سمعتم ما صدر من عبد الله الجربوع أصلحه الله وهداه الله، ما صدر منه من الجرأة على التكفير والخطل والشطط الذي عنده، وهو منسوب للعلم وأهله. ولا نظن أن من كان ينسب للعلم وأهله أن يصدر منه مثل هذا الخطل ومثل هذه الكلمات التي لا تليق بالعالم، والتي لا تليق بمن يفهم الخلاف إن كان يفهم الخلاف، والتي لا تليق بمن شم رائحة العلم أن يتعامل هذا التعامل في مسائل اختلف فيها علماؤنا من قبل ومن بعد، وإنما هي الحماقات. وهكذا أيضا ما عند الرجل والعياذ بالله من البغض للسلفيين ومن البغض لحملة هذا الخير الذين عارضوا في هذه المسألة، والمسألة خلافية قديما بين علماء السنة أنفسهم وليس بين أهل البدع وأهل السنة، بل هي بين أهل السنة أنفسهم تلفوا في مسألة العذر بالجهل، هل من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى هل يعذر إن كان جاهلا أو لا يعذر، وهل يعطى اسم الإسلام أو لا يعطى اسم الإسلام. فهذا الرجل والعياذ بالله عنده تكفير سحيق لمن خالفه في هذه المسألة، فإنه أطلق على مخالفيه وليس هذا علي فحسبه، بل هذا الإطلاق عنده علينا وعلى غيرنا من أئمتنا كما ستسمع. فإنه قال في شططه وفي تلك الصوتية التي نشرت عنه، وقد سئل عن هذا الشخص أنه يقول بأنه لا يعذر الذي هو يعمل الشرك إذا لم تقم عليهم الحجة ولم تبلغهم المحجة، فإننا لا نستطيع تكفيرهم ولا نستطيع أن نخرجهم عن الإسلام ما داموا منتسبين للإسلام في الأصل، فإننا لا نكفرهم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وإذا به سيل عرمرم وسيل جارف يتكلم بما لا يعلم، وأيضا كذلك يخوض فيما لا يجوز أن يخاض فيه، ويتكلم على المسلمين بل على السلفيين بأنهم لا يعرفوا الإسلام وأنهم إلى آخر ذلك. فمما قاله في صوتيته أن هذا الرجل لا يعرف الإسلام ولا يطلب العلم عنده ولا يصلى خلفه، وإنعدام بصيرة، تكذيب لكتاب الله، إرجاء شديد ما وصل إليه الجهم بن صفوان. لا يجوز أن يقال أنه عالم، ساقط جاهل لا عبرة لا في العير ولا في النفير. وهكذا قال على العلامة الألباني رحمه الله تعالى وعلى شيخنا مقبل وعلى أئمة الدين، فإنه ذكر الألباني وظن أن الألباني لا يقول بنحو هذه الأقوال التي يقول بها جماعة من أهل السنة، ثم رجع وقال وقد اطلعت على صوتيات له فأيقنت أن هؤلاء إنما أخذوا هذا المنهج وهو الإرجاء من الألباني. فقال أصل هذا البلاء جاء من هذا الرجل، حصل من هذا الرجل، أي من الألباني رحمه الله تعالى، أن أصل هذا البلاء إنما هو من حصل لهؤلاء عن طريق عن قوله هذا الرجل، وهذا جهل وضلال عظيم، وهؤلاء يجهلون حقيقة الإسلام. فقد تبينت لي حقيقة هؤلاء، فالحقيقة التي تبينت لي معنى كلامه أن هؤلاء أخذوا هذا المنهج عن الألباني، وهو هذا المنهج الذي هو الإرجاء الشديد. فهؤلاء إخوان عباد القبور، هكذا يقول، هؤلاء إخوان عباد القبور ويتبعون أقوال هذا الرجل. وهكذا قال هؤلاء ليسوا بسلفيين بل هؤلاء سفهيون، لأن الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهؤلاء سفهيون وليسوا بسلفيين. فعنده شطط وعنده خطل وعنده ألفاظ والعياذ بالله لا تليق إن كان من أهل العلم بمقامه، ولا تليق بهوية العلم إن كان ينتسب إلى العلم. فإنه تكلم في شيخنا مقبل رحمه الله تعالى لما رأى أن الإجماع لا يقوم به حجة، قال هذا جهل. وهذه مدرسة ظهرت بعد الألباني رحمه الله، ظهرت بعد الألباني، وهي من أخطر الأشياء التي أحدثها الألباني في دين الإسلام، هو أنه فتح باب الاجتهاد لكل أحد، ولم يقم للسلف الألباني ولم يقم للسلف ولا للأئمة التابعين أي وزن، كل أحد اجتهد عنده.
أي عند الألباني رحمه الله. قالوا وكل هؤلاء مدرسة الألباني الذين درسوا في الجامعة الإسلامية. قالوا كل هؤلاء مدرسة الألباني الذين درسوا في الجامعة الإسلامية وتخرجوا منها إلى آخر كلامه اللاذع في شيخنا مقبل رحمه الله. فقال هؤلاء يعني لم يدرسوا الأصول، هؤلاء لا كرامة ولا تؤخذ منهم هذه المسائل، هؤلاء لا كرامة لا تؤخذ منهم هذه المسائل إلى آخر كلامه بصوتيته. فيرى أن هذه المدرسة أسسها الألباني، والألباني عنده منحرف لأنه يأخذ بأقوال المرجئة، يقول الألباني يوافق أهل الإرجاء وعنده الإرجاء الشديد، الألباني عنده الإرجاء الشديد، وقد تكلم فيه الشيخ صالح الفوزان إلى آخر ذلك. وهؤلاء الذين زكوا الألباني، قال العثيمين يقول الذي يقول بأن الألباني مرجئ ما يعرف الإرجاء، هؤلاء ما اطلعوا على كلامه، ولو اطلعوا على كلام ابن باز العثيمين وزكوه، لو اطلعوا على كلامه ما زكوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الألباني محدث وله جهود في علم الحديث، لكن ليس متخصصا، ليس له جهود في التفسير، وليس متخصصا في الفقه، وأيضا في الاعتقاد، وأيضا في الاعتقاد، وأيضا قال تكلم في الاعتقاد وقرر مسائل كثيرة من الإرجاء، بل مذهبه كما قال صالح هو الإرجاء. الحقيقة لم يظهر لي ولم يتبين لي أنه رجع عن شيء من ذلك، بل هو يقول بقول المرجئة الغالية، بل هو يقول بقول المرجئة الغالية، إلى أن ذكر والألباني عنده إرجاء شديد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هؤلاء قال هؤلاء الذين سمعت كلام هذا الأصل، قال أصل البلاء الألباني، أخذوا عنه هذا الشيء، فهو أصل البلاء عنده، نسأل الله العافية والسلامة. فلا غرو إذا تكلم فينا ورمانا بهذه الألفاظ ورمانا بالتكفير، فإنه قد تكلم في أئمة العصر، تكلم في الوادعي، وتكلم في الألباني، وتكلم أيضا في الشيخ محمد أمان الجامي، وقال بأن عنده أقوال إرجائية، وأن لديه ضحالة في فهم المسائل، ويقول بأن العلماء الذين زكوه أمثال ابن باز والعثيمين لم يطلعوا على الطوام التي عنده عند الشيخ محمد، وهكذا في الألباني لم يطلع عن الشيخ محمد أمان الجامي من هو، من محمد بن أمان الجامي الذي قد زكاه العلماء ولا سيما في بابه، فهو متبحر في هذا الباب، باب العقيدة ومعرفة الاعتقاد الصحيح، وقد رد على المعتزلة ورد على الجهمية ورد على الأشاعرة. فما أجمل كلام الشيخ محمد، لما تسمع كلامه في العقيدة تفرح به، وهو مؤصل فيها جدا، وننصح بقراءة كتبه والاستفادة من شروحاته، فله شروحات على الواسطية وعلى التدمرية وعلى غيرها من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، ويأتي هذا الأحمق ويتكلم في أئمة العصر بمثل هذا الكلام، وأنهم إخوان عباد القبور، وأنهم ما عرفوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما عرفوا دين إبراهيم هؤلاء، فهذا تكفير الله أنهم ما عرفوا دين إبراهيم. هؤلاء ليسوا بسلفيين، هؤلاء سفهيون، لأنهم ما عرفوا دين إبراهيم، والله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا نستغرب أنه يطلق هذه الألفاظ، ونحن ننصحه بالإنصاف وننصحه بالاعتدال في الأقوال، وأن يتقي الله في نفسه. ورب العزة يقول يخاطب الأمة أجمعين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآية، وهكذا في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فننصح أنفسنا جميعا بالإنصاف، وننصح أنفسنا جميعا بالعدل بالاعتدال وبالعدل مع الغير، بالاعتدال في الأقوال وهكذا أيضا في الأفعال، وبالعدل مع من نرى أنه خالفنا في بعض المسائل. وهذه المسائل ليست وليدة اليوم ووليدة العصر، بل هي مسائل قديمة تكلم عليها علماؤنا من قبل ومن بعد، وهي مسألة العذر بالجهل. فهل يعذر من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى بجهله ولا يحكم عليه بالكفر أم لا يعذر؟ فهذه مسائل خلافية بين أهل العلم. والشيخ الإسلام من العادلين في مواطن كثيرة، يدل كلامه على أنه يرى العذر بالجهل، فإنه مما ذكره رحمه الله تعالى في رده على البكري الصوفي قال ولقد كنت ولهذا كنت أقول الجهمية
من الحلولية. وهكذا أيضا النفات الاستواء على العرش، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم شهال. وكان خطابا هذا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وهو يخاطبهم بهذا الخطاب الذي يدل على عذره بالجهل نصا، وأن الجهم الذي هو حلولي، أقول الجهمية من الحلولية ومن غيرهم من الحلولية، وكفرهم معلوم كفر هؤلاء العام، وأما بالنسبة للأعيان فيختلف الحكم عن الفعل وعن الفاعل. فيقول لهم وهو في مناظرة لهم: لو كنت أو قال كنت أقول الجهمية من الحلولية والنفات الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان خطابا لهؤلاء. وهكذا أيضا في كتاب تأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، يقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجميل: ولهذا كنت أقول لأكابرهم لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرا مريدا، لكنت كافرا مريدا، أو لكنت كافرا مريدا، لعلمي بأن هذا كفر مبين وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين. ولهذا كان السلف رحمهم الله يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم فكانوا يدعون له ويستغفرون له. وإيش يقول في شيخ الإسلام؟ يدعون له ويستغفرون له. نحن ما قلنا ندعو الجهمي ولا استغفرونه. أما قال السلف، وأما السلف رحمهم الله كانوا يكفرون الجهمية في الإطلاق، فرق بين الإطلاق وبين التعيين، لكن هذا ما عنده هذا الشيء. هذا يكفر حتى العاذر على ما ترى من كلامه، حتى العاذر لمن يعذر الذي يقول بالجهل وأنه لا يكفر من وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، يكفر العاذر نفسه ولا يصلى خلفه، وأنه لا يجوز صلاة خلفه، وأنه أشد إرجاء من الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان كافر، وإذا كان هؤلاء أشد إرجاء من الجهم بن صفوان فهو من باب أولى كفار. والسلف رحمهم الله يفرقون بين الإطلاق والتعميم وبين التعيين. فقال رحمه الله: ولهذا كان السلف يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم فيدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم. وقد يكون العلم والإيمان ظاهر لقوم دون آخرين، وعند بعض وفي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض، إلى آخر كلام رحمه الله. صدق، قد يكون العلم والإيمان ظاهر لقوم دون آخرين وعند بعض أو في بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض، وهذا الذي نشاهده، وهذا الذي نشاهده في واقعنا، أنه طمست أشياء كثيرة مما كانت معلومة عند السلف رحمهم الله تعالى، ولكن مع ذلك ولله الحمد أهل السنة يدعون الناس إليها ويبينون، والطائفة باقية إلى قيام الساعة التي تقيم الحق للناس وتبين الحق للناس وتبين الهدى من الغي والرشد من الضلالة إلى أن تنتهي الدنيا بما فيها. هذه الطائفة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فشاهدنا أن شيخ الإسلام من العاذرين بالجهل، وأنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا كما يزعم هذا عبد الله الجربوع، فيزعم أن هؤلاء ليس لهم عذر، والعاذر لهم لا يعذر، هؤلاء ليس لهم عذر فهم لا يعطون اسم الإسلام وليسوا بمسلمين أصلا، والذي يعذرهم لا يعذر. هكذا ما يدل عليه حال هذا الرجل، فلذلك ثرب على الألباني ونسبه إلى أصل هذا البلاء، وأنه أصل هذا البلاء ولم يعذره، يقول اجتهد عالم اجتهد إلى آخر ذلك، لا، على القول بأن قوله صوابه، وإلا القول الصواب هو ما سمعت الذي إن شاء الله يذهب إليه هؤلاء الأئمة، الشيخ العثيمين وهكذا أيضا الشيخ الألباني وهكذا السعدي رحمة الله تعالى عليهم المعاصرين، وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من أئمة الإسلام في عصرنا، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، يرون العذر بالجهل. ولا يقال بأن هذا عذر إنما باعتبار العذاب، لا، العذر هنا باعتبار عدم التكفير في الدنيا،
لا أنه لا يعد في الآخرة فقط، هذا مو صحيح والله، كلامهم واضح بالمسألة، لأنه يريد أن يلف هكذا، وهكذا يقول بعضا أن هذا الإعذار إنما هو باعتبار عدم العذاب في الآخرة، فلا نحكم لهم بعذاب الآخرة. وأما التكفير نكفرهم، التكفير نكفرهم، كلام شيخ الإسلام واضح أن الإعذار في عدم تكفيرهم في الدنيا، أليس كذلك؟ الإعذار في عدم تكفيرهم في الدنيا، وأما أنهم لا يعذبون في الآخرة ويمتحنون، هذا الذي نعتقده، أن من لم تبلغوا الحجة سواء كان من الكفار الأصليين، سواء كان من الكفار الأصليين أو من غيرهم، فإن كان من الكفار الأصليين فإنه يختبر يوم القيامة، وإن كان من أهل الإسلام من المنتسبين إلى الله فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نجزم أنه يختبر أو غير اختبر، فهو مات جاهلا ولم تبلغه الحجة، لم تبلغه الحجة ولم يبين له أحد وينبهه أحد عن هذا الخطأ الذي هو فيه، بل عاش في بادية. هكذا أيضا أسلم حديثا، عاش في مجتمع ليس في بادية، لكن في مجتمع ظهر فيه الجهل وانتشرت فيه البدع وانتشرت فيه الشركيات، لا نسلب عنه الإسلام ولا ينبغي أن نسلب عنه الإسلام، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأنه يعذر بجهله ولا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. فإذا أقمنا عليه الحجة وبينا له الصواب وأن فعلك هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وعليك أن تقلع عنه وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأصر بعد البيان وبعد ظهور المحجة وإقامة الحجة، فبعد ذلك لا عذر له، فينسب ويجعل من الكافرين ولا يعطى حق المسلمين. أما ولم ينبه ولم تبلغه الحجة ولم أيضا كذلك يأتي إليه من يبين له البيان الكافي وأن هذا فعلك حرام وهذا فعلك، ثم بعد ذلك نقول هذا كافر ولا نعامل معاملة المسلمين، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين إلى آخر ذلك، هذا الذي يظهر الصواب خلافه، الصواب خلافه لما سيأتي من تحقيق الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. لكن نذكر كلام شيخ الإسلام أولا الذي يعتمد عليه ربما شيخ الإسلام، نصوصه ظاهرة تدل على أنه يقول بالإعذار ويقول أيضا كذلك بالعذر بالجهل، وأنه لا يكفر مسلم انتسب إلى الإسلام وإن فعل الشركيات إلا بعد إقامة الحجة، ولا يسلب عنه في ظاهر كلام الإسلام إلا بعد أن تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة وظهرت المحجة انتهينا منه. ومما ذكر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في بيان هذه المسألة المهمة التي اختلف فيها علماؤنا قديما وحديثا، وهذا عنده لا إعذار لا لمن عذر ولا أيضا كذلك من باب أولى في من وقع، لمن وقع في هذا الكفر وقع في هذا الشرك، فهم يقولون وهذا لازم قولهم أنه لا عذر لمن وقع في الكفر أنه لا يكون كافرا، فكل من وقع في الشرك وكل من وقع في الكفر فهو كافر بالله سبحانه وتعالى ولا يعطى اسم الإسلام، هذا كلامه بل صريحه. وقال رحمه الله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال في رده على البكري: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لكن لغلبة الجهل، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم. واضح ولا ما واضح؟ بعد أن ذكر أن هذه كلها كفر بالله سبحانه وتعالى، ويختلف الحكم الحكمين، الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فإننا نقول هذا كفر بالله، وأما الفاعل فلا نحكم عليه ممن انتسب إلى دين الإسلام إلا بعد إقامة الحجة عليه، ففرق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على الفاعل. فقال رحمه الله تعالى: وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. لهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام، صدق رحمه الله. وسئل رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يظنون في المشايخ أنهم يستغيثون بهم في الشدائد ويفزعون إليهم
ويزورون قبورهم ويقبلونها ويتبركون بترابها ويوقدون المصابح طول الليل ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلة المحيا فيجعلونها كالعيد عندهم وينذرون لها النذور ويصلون عندها. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه بالشدائد والكروبات يطلب منه قضاء الحوائج يقول: يا سيد الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيد فلان، يستوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وغير ذلك من حاجاته ويطلب غير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص له، عاص لله باتفاق المسلمين، فإنهم متفقون أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك، إلى أن قالوا هذا الشرك إذا قامت على الإنسان، هذا المقصودنا، إلى أن قال رحمه الله: هذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلي عليه، فحكم عليه متى بهذه الأحكام؟ قال: وهذا الشرك إذا قامت عليه الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله. شاهد أن شيخ الإسلام يقول بالإعذار والعذر بالجهل، وهذا الذي نعتقده. قال: وأما إذا كان جاهلا، لا زال تابع لكلامه، وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين للإسلام. واضح ولا هو واضح؟ هذا كلام شيخ الإسلام في جامع المسائل. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر الشرك في المنتسبين إلى الإسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهذا بعد قيام الحجة كافر. أما أنه ضال فهو إيش؟ فهو ضال. قالوا: من اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر. انتهى من جامع المسائل الثالث 145 إلى 151. فهذه نصوص من كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العثيمين يقول: الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق، ولا يذكر له، هو رافع للإثم والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله. ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يعتبر منهم. فإن كان من أهل الإسلام وينتسب عن المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله ووقع في هذا الشرك فهو يعتبر منهم، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين، الذين ينتسب إيش إليهم. ماذا نقول فيه الذي لا ينتسب للمسلمين لكن ما بلغت الحجة؟ نقول مسلم ولا كافر؟ الذي ينتسب إلى غير المسلمين ويفعل ما يفعل وما أحد نبه على أن هذا شرك وهذا كفر بالله، فما هو الاسم الذي نعطيه؟ أنه كافر لله سبحانه وتعالى، وليس بمسلم لأنه ينتسب إلى دين غير إيش؟ غير الإسلام. نعامل معاملة الكافرين، وأمره إلى إيش؟ إلى الله في الآخرة، أمره إلى الله. إن شاء اختبر سبحانه وتعالى، وقد جاءت الأدلة بالاختبار عن قلبه بها. وأما أننا في الدنيا نقول بأن الذي ينتسب إلى غير الإسلام أنه مسلم، هذا ما قال به سلفي، ولا نعرف سلفي يقول بأن من ينتسب إلى غير الإسلام، ينتسب لليهودية، ينتسب للنصرانية، للبوذية، ولم ينبه، وهو يعتقد أنه لا دين إلا هذا الدين، وأنه لا دين صحيح إلا هذا الدين، ولم ينبه أن هناك دين الإسلام وأن هناك رسالة محمد وقد جاءت بكذا وكذا، ما في أحد نبه على هذا، فهذا ينتسب إلى الدين الذي ينتسب إليه، ونعامله معاملة إيش؟ الكفار، ونعطيه حكم إيش؟ كافر. نقول بأنه كافر لأنه ينتسب إلى اليهودية إلى النصرانية، وفي الآخرة إيش حكمنا عليه؟ نقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت أدلة الاختبار. وهكذا نذكر لعله يستفيد هذا الرجل من غلوه، ويستيقظ لعله يستفيد من هذا الكلام ويستيقظ من غلوه ومن شططه ومن خطله ومن أحكامه الجائرة التي تدل على عدم ورع وعدم خوف من الله سبحانه وتعالى عند هذا الرجل، إذ يحكم على أئمة الدين بأنهم غلاة من غلاة المرجئة،
وأنهم ما عرفوا دين الإسلام، وأنهم أعظم في الإرجاء من الجهم من صفوان. هذا حكم به على ما هو علي المسكين، ده حكم به على بعض علمائنا رحمهم الله تعالى، وطعن فيهم طعنا شديدا، وقال بأن حامل هذا أصل البلاء من هو؟ الألباني رحمه الله أصل البلاء. أنا قال كنت دافع عنه، وأظن أن عبد العزيز الرئيس وفلان وفلان ما يقول بهذا، ما يقول يعني بقول الشيخ الألباني، وإنما تفردوا بهذا القول، وأن الشيخ الألباني لو سمع بهم لأنكر عليهم، وإذا به أسمع شرطته وأسمع كلامه، وإذا به أصل هذا البلاء هو أصل هذا البلاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا الشيخ مقبل هذا لا شيء عنده، والله لا شيء عنده، لا الشيخ مقبل ولا الشيخ الألباني ولا الجامي ولا أحد من أئمة الدين، لأنهم خالفوا في هذه المسألة التي يقول اللجنة الدائمة، هم يرون عدم العذر بالجهل، أنه ما ينبغي أن يكفر من قال بخلاف هذا القول. وهكذا أيضا السحمان رحمه الله تعالى يقول ما ينبغي أن يكفره، يقول بعدم العذر بالجهل، ولكن ما ينبغي أن يكفر من قال بخلاف هذا القول، فلا هو مع أهل العلم الذين يقولون بقوله زعم، ولا هو مع غيرهم، وإنما جانب الصواب ومع هواه، والعياذ بالله، مع التعاني والظلم والبغي والاعتداء على أئمة الدين. هذا نخشى عليه نصيبه من الله بلاء، لأن سنة الله ماضية في المعتدين على أولياء الله سبحانه وتعالى، وفي المتجرئين على علماء الدين، هذه السنة ماضية، وكان مستورا لا أحد يعلم عنه شيئا، حتى جاء بمثل هذا الكلام، وإذا بالناس يفتشون عنه أهل السنة، من هو هذا عبد الله الجربوع هذا؟ من هو عبد الله الجربوع؟ وإذا به كما قد علمتم وراءه دواهي ومصائب، ولم يترك عالما ممن نحبهم فيما نعلم، وممن خالفناهم ربما قبل كانوا من المحبوبين لدينا، الشيخ رميع وغير الشيخ رميع، فإنه يطحنهم طحنا وأنهم مرجئة، فيقول في الشيخ رميع وجماعة الشيخ رميع بأنهم ليسوا سلفيين بل هم سفهيون، ليسوا سلفيين بل هم سفهيون، ويعمم هذا الحكم في جميع من خالفه في هذا القول. تكلم على إمام السنة الألباني وإمام السنة الوادعي ومحمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى، الذي قد أقر العلماء بفهمه للمعتقد الصحيح، وأقروا تدريسه، وأقروا نشره لهذه العموم، وأقروا رسائله وكتبه رحمة الله تعالى عليه، ويأتي هذا بأنه ما يفهم العقيدة. محمد أمان الجامي هذا عنده أقوال إرجائية، وأن لديه ضحالة في فهم المسائل، وأن العلماء الذين زكوه لم يطلعوا على الطوام التي عنده. حسبنا الله ونعم الوكيل، وتجد شلة من سفهاء ربما يوافقون على هذا وينشرون أقواله وغير ذلك، وتجد هؤلاء الأغمار الذين في الصف السلفي ولم يفهموا الحقيقة وما يؤون إليه هذا القول، يأخذون به ويتلقفونه وينشرون على أنه هو الصواب، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ، وهو الذي ينبغي، حماس فارغ، حماس فارغ، ينبغي الروية والتأني والخلفية في مثل هذه الأمور وعدم التقليد. والله كائن من كان ما نقلده أبدا، هذه أمور مصيرية وهذه أمور عقيدة لا تقبل التقليد، قال زيد قال عبيد أبدا، ولو قال من قال، فإن هذه أمور عقدية ينبغي الشخص أن يتأنى فيها وأن ينظر فيها أكثر حتى يخرج بشيء. ونقرأ عليكم كلام الإمام العثيمين رحمه الله، وقد قطعت جهيزة إن شاء الله قول كل خطيبي، وإن شاء الله قد جاء بالقول الصواب في هذه المسألة في نحو صفحات عديدة، قرر فيها مسألة العذر بالجهل الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه بكلام نفيس جميل جدا لمن أراد أن يتبصر في هذه المسألة المهمة. قال رحمه الله تعليقا على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، فإنك إذا عرفت، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعليقا على هذه الجملة من كلام المؤلف، أولا لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، أي هذا الشخص، لأن الجهل جهلان، جهل يعذر به الشخص وجهل لا يعذر به الشخص، فالجهل الذي مصاحب للإعراض لا يعذر به الشخص، الذي عنده جهل يقال أنه عنده جهل لكنه جهل إعراض عن سماع الحق وعن سماع الخير ولا يريد أن يسمعه أبدا، معرض، فهذا لا يعذر بجهله.
وجهل بسبب عدم التنبيه، ما نبه على هذا الخطأ وهذه الأمور، فهذا جهل يعذر به، ولا بد أن يقسم الجهل على هذا التقسيم. جهل لا يعذر به صاحبه وهو جهل مصاحب بالإعراض، معرض ما يريد يسمع شيئا من هذا، وجهل آخر قال بهذه الأقوال وفعل هذه الأفعال وما في أحد من نبه على هذا الخطأ الذي هو فيه، فهذا الجهل يعذر به صاحبه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فلسنا مبالين بالجربوع ولا بغير الجربوع، هذه مسائل لا تقبل التقليد أبدا، علماؤنا على الرأس والعين، نجلهم ونحترمهم ولهم المكانة في قلوبنا والله يعلم ذلك من قلوبنا، لكن التقليد في مسائل الاعتقاد حرام، لا يجوز التقليد. فهذه مسألة هؤلاء معهم أدلة يرون وهؤلاء معهم أدلة يرون، وأنت إذا أخذت بالقول هذاك لا تكفر غيرك يا أخي، إذا أخذت بالقول بعدم العذر بالجهل فلا تكفر العاذر، لا تكفر العاذر، العاذر إذا عذرهم قال يعذرون بجهلهم ولا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، كيف تكفر العاذر؟ العاذر بعض إخواننا من هؤلاء الذين أشرت إليهم تأثروا بالحازمي، حازمي تكفيري، تكفير الحازمي لو شروحات في النحو لو شروح، تأثروا به وأخذوا على أنه من المسلمات هذا القوم، وصاروا يكفرون، صاروا يكفرون كل من وقع في الشرك فهو كافر، ولا يعذر بجهله، وإنما الإعذار هو في مسألة العذاب فلا نحكم عليه بأنه يعذب، وأما في مسألة الحكم فهو كافر. من أين هذا الكلام؟ يعني تنسبون لشيخ الإسلام وأنه إجماع، والله ما في إجماع في المسألة، كلام شيخ الإسلام واضح أن الإعذار في الحكم وليس الإعذار فقط في مجرد عدم التعذيب يوم القيامة، بل الإعذار أيضا في الحكم، لا نحكم عليه بأنه كافر، ويوم القيامة أيضا كذلك لا نحكم عليه بنار، ونقول أمره إلى الله. وفي الدنيا كذلك إن كان من المنتسبين للإسلام فعندنا إعذاران، الإعذار الأول في الحكم لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة بتوفر شروط انتفاء الموانع، الإعذار الآخر مسألة العذاب هل يعذب أو لا يعذب، نقول ما نستطيع فهو مات جاهلا، لا نستطيع أن نقول يعذب بل هو إلى الله، حتى الفريق الآخر يوافقون في هذا، وإنما يخالفون في مسألة الإعذار في الحكم هل يكفر أو لا يكفر من وقع في الشرك أو يفعل الأمور الشركية، هل يعذر أو لا يعذر. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا تغرير ابن تيمية كما سمعت من جهمية وفي الصوفية وفي غيرهم، وأنهم يعذرون حتى تقام عليهم الحجة، وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره، لا سيما وقد كثر هذا الشرك من المنتسبين للإسلام. هذا نص ولا ما هو نص؟ وإن هو من كلام شيخ الإسلام يتبجح قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام، ويهدر هذه النصوص تماما ولا يعرج عليها، ويأخذ بعض الكلام ربما المجمل الذي فيه التكفير العام، والتكفير العام يختلف عن التكفير العيني، فقد نحكم على التكفير العام والتكفير بالفعل، ولكن الفاعل فإننا نفصل فيه، وهذا الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، التفريق بين الفعل وبين الفاعل، فالفعل كفر بالله سبحانه وتعالى، والفاعل لا بد إن كان ينتسب إلى المسلمين لا نقول بأنه كافر حتى نقيم عليه حجة الله، فإذا قمنا عليه حجة الله بتوفر شروط انتفاء الموانع فإننا نكفره، ولا سيما إذا كان شركه في الوسائل لا في المقاصد، فإذا كان شركه في الوسائل لا في المقاصد فإننا نعذره بجهله، وأما إذا كان شركه في المقاصد فهذا يتوقف في إعذار الحق، ولا ينبغي أن يعذر، كان يقول إلهي عيدروس وإلهي الملك الفلاني جبريل هؤلاء آلهتي وإلهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرك والعياذ بالله في المقاصد، وأما الشرك المسائل يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء العيد روسى ونحن نعفرهم آلهة ما هم آلهة، وما أحد نبه وما أحد له قال له هذه وسيلة شركية، هذا وسيلة حرام لا يجوز، الله كفر المشركين وقال كذا وكذا، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الذي قلته قد كفره الله، كفر الله سبحانه وتعالى أصحابه، فهو يقول أنا ما أعتقد أنهم آلهة لي، لا رسول الله ولا جبريل ولا عيد روس ولا بن علوان، ولكن اتخذهم وسائل فقط، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر على هذه الوسيلة الشركية كفر، وأما إذا لم تقم عليه الحجة ويقول أنا أفعل كذا وأذبح لهم وأنذر كذا لأنهم أولياء وناس صالحون وناس كذا، فهذا ما نكفره، هذا الذي نعتقده، وإن رغم أنف الجربوع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فإننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة،
فإذا أقمنا عليه الحجة كفرناه، وإذا لم تقم عليه الحجة ومات أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ونعامله معاملة المسلمين في الدنيا، كفنه نغسله نقبره ويرث ويورث ويرث ويورث حتى نقيم عليه الحجة، فإذا قامت الحجة انتهى هذا الرجل. فالإعذار في المقاصد هذا يحتاج إلى نظر، لا يصلح أن يقال يقول هذا إلهي محمد وهذا جبريل إلهي وعيد روس إلهي بن علوان، هذا ما فيش، فمثل هذا وكفر، لأن هذا أمر معلوم ما في حد يختلف فيه. لكن قد تكون الشبهة في شيء آخر، تكون الشبهة في الشرك، شرك الوسائل، فيقول إنما هو مسائل فقط، وأما أنه يشرك شرك المقاصد ونقول يعذر، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الإعذار في شرك المقاصد نظر، والإعذار في شرك الوسائل نعتقده ونقول به، وأن من قال كذا وكذا ولم يعتقد الإلهية فيهم ولا الربوبية فيهم فإننا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. وهذا شرك المتأخرين، أنهم ما اتخذوهم آلهة، وإنما يقولون هؤلاء صلحاء، هؤلاء طيبون، هذا نبي، هذا ولي، هذا كذا، ونحن مساكين ضعفاء لا يقبلنا الله، عندنا معاصي متلطفون بالمعاصي، فيفعلوا شرك الوسائل لا شرك المقاصد. هؤلاء الكلام عليهم، فإن من وقع في شرك الوسائل لا نكفره حتى نقيم عليه إيش؟ الحجة. وأما يقول إلهي هذا شيء لا يختلف فيه الناس كاد. طيب، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله الذي إن شاء الله أتى بالتحقيق فيه فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الإعذار، إعذار من وقع في الشرك هل يكفر أو لا يكفر؟ فجماعة من علمائنا يرون أنه يكفر، وجماعة من علمائنا يرون أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وأما العاذر فلا يكاد يختلفون حتى من قال بتكفير من سمعته، فإن العاذر لا يكفر، العاذر للمشرك هذا لا يكفر، خلافا لهذا الذي أشرنا إليه المتعالم المتعاظم في نفسه الذي يتكلم في علماء السنة كالألباني والواجعي والجامي وغير هؤلاء من أئمة الدين، غير مباني بمكانتهم، غير مباني بجهودهم، غير مباني بما قد علم من حالهم من اقتفاء آثار السلف ونشر المنهج السلفي، وهو يقول بأنهم لا يبالون بالسلف ولا يبالون بأئمة التابعين وأنهم يجتهدون ويخالفون السلف. حرام عليك والله، ما علمنا المنهج السلفي إلا عن طريق الألباني شئت أم أبيت، وما علمنا أحدا يصرخ بالمنهج السلفي مثل ما يصرخ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وما علمنا أحدا يقتفي ويقتدي بالسلف مثل الشيخ الألباني، نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله ورحمه الله. أما أنت مجهول، لا أحد يعرفك ولا نعرف جهودك في الدعوة السلفية ولا نعرف بسطك وعلمك في الدعوة السلفية، غير أنك مجعجع تثني على فالح وفالح يثني عليه، والخارب اللص يحب الخاربة، كل واحد يثني على الآخر. أما جهودكم السلفية ما نعرف إلا الضرر يأتينا من جهاتكم. قال الشيخ رحمه الله، شيخ محمد رحمه الله، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة عبد الوهاب يخرج من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قال الشيخ رحمه الله العثيمين تعليقا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، أولا لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك العلم، أي هذا الجاهل أنه يفرط عنده جهل الإعراض، هذا لا يعذر. أن يكون منه تفريط بترك العلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة فإذا قر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع، النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله، أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله،
ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله. صدق هذا معرض وقد أقر بأن هذا هو التوحيد. وأما مسألتنا في شخص ما يعرف التوحيد، جاهل بالإسلام كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولم يأتي من ينبهه، فهذا لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. ثم ذكر أنواع أربعة، من أراد يرجع إليها يرجع في كشف الشبهات. ثم قال رحمه الله: أما الكذب والبهتان فمثل قولهم، يعني يكذبون عليه رحمه الله، فهذا الذي نقول. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر، من لم يكفر، أي من لم يكفر أي نكفر من العاذر، وأنا نكفر من لم يكفر أي نكفر العاذر، هذا كله كذب علينا، أي نكفر هذا الجاهل ونكفر العاذر الذي يعذره، هذا ما هو صحيح عنا أبدا ولا نقول به. وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعاف، يكذبون علينا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا، انتبه لهذا الكلام، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، وكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله، أي من أقمنا عليه الحجة وظهر له دين الإسلام ودين محمد الذي دعا إليه وأعرض عنه، هذا نكفره. وأما إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي هو على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله لكن ما هاجر إلينا؟ ما يشرك بالله لكن نحن ندعو إلى الهجرة وما هاجر، تلزمه الهجرة، فهذا كفر. كيف هذا؟ هذا من باب أولى نكفره، لأننا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر وعلى البدوي، كيف نكفر هذا من أهل التوحيد ولكنه ما هاجر إلينا ولا قاتل معنا؟ فهذا هذا كافر. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثم ذكر أنه يكفر الأنواع الأربعة أو أصحاب الأنواع الأربعة. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغير من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر وأن هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا؟ ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام، الجهل بالمكفر على نوعين: الأول يكون من شخص يدين بدين غير الإسلام، هذا لا نعطيه اسم الإسلام، هذا كافر لأنه يدين بغير دين الإسلام. والثاني سيأتي: الأول أن يكون من شخص يدين بغير دين الإسلام، بغير الإسلام، أو يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أنه دينا يخالف بالبوذية بغير ذلك من الأديان التي ما جاء بها الله سبحانه وتعالى من أصلها، أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقول تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، ومن أشهر الأحاديث حديث الأسود بن سريع عند كلامي عن المذاهب الثامن في أطفال المشركين، عن المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشر: النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا الكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام، مسلم ولا ما هو مسلم؟ مسلم، عنده تجري عليه أحكام الإسلام فهو مسلم، ولا نجري عليه أحكام الكفار، لأن الأصل فيه أنه يدين بدين الإسلام لكن التبس عليه أمر وما نبهه أحد من الناس من العلماء من طلاب العلم، يعيش في بادية أو يعيش في مدينة وحاضرة وأهل البلد جلهم على هذا جهال، تربوا على مذهب الصوفية، تربوا على مذهب أولئك ولم يعلموا بغير هذا، ولم يأتيهم من أهل العلم من ينبههم، فلا ينبغي أن يقال هذا كافر إلا بعد إقامة الحجة عليه.
ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. وشيخ الإسلام يقول كثيرا ما أذكر قصة ذلك الرجل الذي قال دروني إلى آخر ذلك. نقرأ كلامه هنا، قال: والتكفير، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد، بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر وجب تأويلها، وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. قال: فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه. أثبت له الإيمان ولا ما أثبت له الإيمان؟ أثبت له الإيمان، وقال بأنه فعل هذا وقال هذا، وهذا شيء باتفاق الناس أنه كفر، لكنه كان جاهلا، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر الله له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا، أليس كذلك؟ المتأول الحريص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في شيء لا نكفره، إذا وقع في شيء هو تأويلا يعني عن تأويل لا نكفره إلا بعد إقامة الحجج. هذا كلام شيخ الإسلام هو كتوضيح لهذا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وقال أهل العلم. فمن أدلة الكتاب والسنة: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله: رسلا مبشرين، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وذكر جملة من الآيات يستدل بها عن العذر بالجهل. قال: وأما السنة في الصحيح مسلم عن أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد إلى آخر ذلك، حديث مشهور من هذه الأمة يهودي والأنصار. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموع بن القاسم: إني دائما ومن جالسني يعلم مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينتسب معين إلى تكفير، من أن الله درك، والله كم استفدنا منك وكم استفادت الأمة بعده من هذا الإمام في تقرير مذهب السلف. وليست الفائدة من جربوع، الفائدة تكون من هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، لا من أمثال الجربوع حتى يقرر لنا منهج السلف وأنه اتفاق. إيش من اتفاق؟ هذا شيخ الإسلام يخالف ولا يقول بالتكفير العيني في من يفعل الشركيات، هذا من الجهمية وغير الجهمية، الجهمية الحلولية حتى يقيم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى فضلا عن غيرهم. ومن جالسني يعلم أن ذلك هذا لورعه ولدينه، أما هذا ما عنده ورع فتصر عنه مثل هذه الكلمات فيصر للكفر على من فعل وعلى العاذر. ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينتسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم، أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا، كانت كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وأني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمقصود المسائل الخبرية القولية المسائل الغيبية من الجنة والنار والصراط، وهكذا أيضا النشور وعذاب القبر وغير ذلك، تسمى بالمسائل الخبرية القولية التي تتعلق بأمور الآخرة، فهي مسائل خبرية قولية. وقد سمعت أن بعض السلف وعلماءنا خالفوا في بعض المسائل القولية الخبرية، أليس كذلك؟ قال ابن جرير في السؤال أنه إنما يكون على الجسد دون الروح. وقال ابن حزم في السؤال وابن هبيرة أنه يكون على الروح دون
دون الجسد. وقال جمهور أهل السنة أن السؤال يكون على الروح وعلى إيش وعلى البدن، وهذا هو القول الصواب. هل بدع بعضهم بعضا؟ وهل كفر بعضهم بعضا؟ أم عذروا؟ عذروا بالتأويل، عذروا بالتأويل مع أن الأدلة ظاهرة. لكن وهكذا مسألة الرؤية، فعائشة رضي الله تعالى عنها ما كفرت ابن عباس الذي قال بأن رسول الله رأى ربه في المعراج على القول بأنه رؤيا، هل يقصد ابن عباس رؤيا قلبية أو عينية؟ لكن عائشة تقول من زعم أن ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه فقد افترى الفرية، أليس كذلك؟ وفقد افترى. هل كفرته؟ قالت ابن عباس كافر لأنه خالف في هذه المسألة العقدية، إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد التي لا نعلم عن السلف أنهم بدعوا أو فسقوا قبل إقامة الحجة. بدعوا أو فسقوا قبل إقامة الحجة. شريح رحمه الله تعالى أنكر هذه القراءة، بل عجبته ويسخرون، وهي قراءة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلما أخبر بهذه القراءة قال إن الله لا يعجب، إن الله لا يعجب، ما يثبت له صفة العجب، إن الله لا يعجب. فأخبر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فقال إنما شريح شاب يعجبه علمه، وعبد الله كان أعلم منه. إنما شريح هذا شاب يعجبه علمه، هل قال هذا مبتدع هذا ضال؟ لأنه ما قام عليه الحجة، لو بينوا له ووضحوا له المسألة أن هذا لا يجوز، وأن صفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأقاموا البراهين له ثم أنكره، فلهم موقف آخر، أنكره فلهم موقف آخر السلف رحمه الله تعالى. وإنما قال إنما شريح شاب يعجبه علمه، وعبد الله كان أعلم منه، فقرأ بهذه القراءة التي تثبت صفة العجب لله، بل عجبت ويسخرون. والقراءة المشهورة بإسناد العجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت ويسخرون بتاء الخطاب وليس بتاء المتكلم. والقراءتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا غير ذلك من المسائل التي أشرنا إليها، منها سماع الأموات لكلام الأحياء. هذه مسألة عقدية ولا مسألة عقدية؟ فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ فيها خلاف. فهل قالوا هذا مبتدع هذا ضال إلى آخر ذلك؟ هذا لا يصلح. وهذه المسألة مسألة اجتهادية، مسألة العذر بالجهل، يعذر ولا ما يعذر من قال بهذا القول، وأن هذا الجاهل الذي ما بين له ولا نبه على خطأه وعلى شركه أنه ليس بكافر ويعذره ولا يكفره، هل هذا العاذر يبدع ولا ما يبدع؟ لا يبدع، لا يبدع، لأنهم لما اختلفوا في مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء ما بدعوا الطرف الثاني، لأنها مسألة إيش؟ اجتهادية. وهذا الرجل يبدع في مسائل الاجتهاد، يبدع في مسائل الاجتهاد. والشيخ العثيمين يثبت أن مسألة التكفير في هذه المسألة التي نحن بصددها من المسائل الاجتهادية كمسائل إيش؟ الفقه، كالمسائل الفقهية رحمه الله تعالى. قال الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية. وهكذا عائشة ردت على ابن عمر ما تعتقده، ولكن ما بدعت ابن عمر رضي الله تعالى. فمسألة التبديع كمسألة التفسيق ومسألة التكفير لا بد باب واحد، لا بد من إقامة الحجج فيهما أو فيهن، أي في المسائل المذكورة، وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية. ما هي الخبرية؟ مسائل الغيب، مسائل الغيب كالجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك. والمسائل العملية يقصد بها المتعلقة بالتكاليف بالحلال والحرام وغير ذلك، هذه تسمى بالمسائل العملية، بالمسائل العملية، وهي المسائل التكليفية التي تتعلق بحلال وحرام وأمر ونهي إلى آخر ذلك. والأولى تسمى بالمسائل الخبرية القونية التي تتعلق بالأمور إيش؟ الغيبية، التي تتعلق بالأمور الغيبية تسمى بالمسائل الخبرية القونية، والتي تتعلق بالمسائل العملية تسمى إيش؟ مثل إيش اللي يتعلق بالمسائل العملية؟ مسائل التكليف، أمور التكليف، أمور الحلال والحرام إلى آخر ذلك. وشاهدنا هذا الذي سيأتي، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد، لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، خالف في هذه المسألة الجربوع، أليس كذلك؟
ما زال السلف هو يقول السلف 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 السلف، وينك أنت من السلف؟ هذا قول السلف وما زال السلف، وأنت تكفر العاذر، لا أقول تبدعه، هذا باب أولى عنده، لكن تكفره إذا خالف مثل هذه المسائل. وما زال السلف يتنازعون يا جربوع في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد، لا بكفر لا بفسق ولا بمعصية. أين أنت من هذا؟ إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا، بتكفير من يقول كذا وكذا، فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أو جمع تأويلها وإن كان مخطئا. إلى أن قال: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انتهى كلامه رحمه الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الدورة السنية، قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي يكفره. وقال في صال 66 من المصر السابق: وأما الكذب والبهتان فقولنا إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الإسلام، عن دين الله ورسوله. إلى أن قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، تقدم، وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، فهو مقتضي حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستغل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستغل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل، صدق، لو كانت تستغل لما بعث في الأمم تلك من يحذرهم من الشرك، لأنها تستغل بالفهم أن هذا الشرك وهذا غير شرك فقامت عليهم الحجة، هذا مو صحيح. وليش فإن يعني إرسال الرسل؟ ما أرسلت الرسل لإقامة الحجة، وإلا لو كانت العقول تستغل لقلنا خلاص هم يعرفون هذا الشرك وهذا كفر وساولوا فهم خلاص ما في عذر لهم عند الله، لكن الله يحب العذر جل وعلا، فأرسل الرسل لإقامة الحجج على المشركين، فمن عاند وأصر فهو إلى النار، كافر بالله سبحانه وتعالى إلى النار. ومن أخذ بهذا انتقل من الكفر للإسلام، من أخذ بدعوة الرسل ذاك بقي على كفره والعياذ بالله وجحوده وإلى النار، ومن أخذ بدعوة الرسل نجا من الكفر فنجا من نار الله سبحانه وتعالى، إما حالا أو مآلا إن كان عنده ما يستوجب عذابه قبل ذلك. قال رحمه الله: وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستغل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستغل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. سمع يا هذا، سمع والله ما أنت متأصل والله، وإنما عندك تهور، عندك تهور، وإن نصبت إلى العلم التأصيل هذا الذي قد علم عن علمائنا رحمه الله وقد قرئ وقد فهم الفهم الصحيح عنهم، أما أنت فتأخذ بعض الكلمات تلقط بعض الأقوال وتريد أن تقررها على المساكين الأغمار، فإذا بهم يغترون بك ويخرجون تكفيريين من تحت يدك. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه، هذا هو، فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه، فبمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله، فأنت المفتري على الله سبحانه وتعالى كذبا إذ تنسب من علم في أصله أنه مسلم إلى غير الإسلام، فأنت مفتري على الله سبحانه وتعالى، وهو يقول نحن المفترون على الله، أننا ندخل في الإسلام من ليس من أهل الإسلام، أننا ندخل في الإسلام من ليس من الإسلام، من هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، فهؤلاء مفترون على الله، مفترون على كتاب الله. والحقيقة أنت المفتري إن صحت النسبة، وإلا هذه مسألة اجتهادية، وإلا في الحقيقة أنت المفتري، لأن الله سبحانه وتعالى قد عذر كما تقدم في الآيات وأنت لا تعذر. أحدهم افترى الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي لبزه به، أي لقبه به. أما الأول فواضح، حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير
أو عدمه إلى الله وحده، كالحكم بالتحريم أو عدمه. نعم، مسألة الأسماء والحكم بالتكفير والإسلام هذا إلى الله ليس إلينا، فمن حكم الله عليه بالكفر كفرناه، ومن حكم الله عليه بالإسلام وأعطى وأعطي اسم الإسلام فلا ننقله عن اسم الإسلام إلا بناقل ينقله يقينا. أما مجرد شبهة ننقل الناس أو لم نقم حجة على الناس ولم نبين لهم البيان الذي يفهمون دين رسول الله به صلى الله عليه وسلم، فنقول بمجرد الوقوع في الكفر بأن هذا كافر، هيهات، هذا ما نعتقده ولن نعتقده حتى نموت. أما الأول فواضح، حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. أما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد مسلم فقال كافر، وصفه بوصف مضاد، سيأتي من قال لأخيه يا كافر. وأما الثاني فلأنه وصف ونبزه على قول نبزه، لأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري أنه به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت من صحيح مسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، على خلاف في تفسير رجعت عليه. ولو من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: إن كان كما قال، يعني في حكم الله. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. وهذا هو المحذور الثاني، يعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا. وهذا هو حال الجربوع، فإنه كفر من لم يقل بتكفير من سمعته ممن وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وحولها يدندن لا يصلى خلفه، عنده إرجاء أشد من إرجاء الجهم بن صفوان الذي كاد اتفق العلماء على كفره، والذي عنده إرجاء أشد من إرجاء الجهم بن صفوان ما حكمه عند الجربوع؟ كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا لازم لا ينفك عنه الجربوع. فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة قال: الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين، الأمر الأول دلالة كتاب السنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله كذب، الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره. انتبهوا لهذا، من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. واشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين له الهدى، ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره؟ يكون عالما أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز ثم يذهب يفعله ولا يعلم بما يترتب على هذا الفعل من كفر وغير ذلك، فهذا يكفر، هذا يكفر، يعرف أن هذا لا يجوز أن يفعل وهذا حرام، لكن ما يدري إيش يترتب على هذا الحرام الذي يفعله، هل يترتب عليه كفر ولا يترتب عليه يكفر بالله. إنه علم أن هذا الفعل محذور وأن هذا الفعل محظور وأن هذا الفعل لا يجوز فعله يذهب يفعله، لكن بعد ذلك إذا قيل له: أنت كفرت بالله، يقول: كيف؟ يقال: لا، علمت أنه حرام ولا ما علم؟ يقول: نعم. وليش تفعله؟ فإذا أنت ينطبق عليه ما يترتب على فعلك هذا، هذا كلام صواب وهذا هو الصواب. أما شخص ما يعلم أنه حرام ومن باب أولى ما يدري ما يترتب عليه، يظن أن هذا جائز، شيوخ قالوا له: هذا ما في شيء، هذا يقربك إلى الله، وما حد نبه أن هذا ما يقرب إلى الله، هذا يبعد من الله، ثم نقول بأنه كافر، هذا الصواب خلافه. فاشترط العقوبة بالنار أن تكون مشاقة للرسول بعد أن تبين له هنا. ولكن هنا سؤال، ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، يكفي أن يكون عالما بالمخالفة، ولا يشترط أن يكون عالما بما يترتب على المخالفة كما في حديث المجامع أهله في نهار رمضان وسيذكره. الجواب الثاني، أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم،
بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمي بالمخالفة هلكته احترقته يا رسول الله، يعلم أنه مخالف وأن هذا لا يجوز إذا بيفعل كفارة ما ترفع عنه، وهكذا الحكم على من يفعل الشرك ويعلم أنه حرام لا يجوز لكن ما يدري أنه يكفر به فيكفر به لأن قد قامت عليه الحجة بمعرفته أنه حرام، وهذا أيضا قامت عليه الحجة بمعرفته أنه لا يجوز أن يفعل الجماع في نهار رمضان لكن لا يدري ما يترتب على هذا الجماع من الكفارة المغلظة، فتلزمه ويلزمه الحكم، وكما هو معلوم من القاعدة التي يدندن حول شيخ الإسلام أن الأحكام لا تلزم إلا بعد العلم، الأحكام لا تلزم إلا بعد العلم، وهذا علم فترتب عليه حكم. قال رحمه الله بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة، ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زنا، شخص زنا ويعرف أن الزنا حرام لكن ما يدري أنه حجارة بعده يكون محصنا، ما يدري أنه حجارة في رأسه وفي جنبه وفي ظهره حتى ينبطح ويموت، هل نقول خلاص ما عليك رجم ولا نرجمه؟ ليش نرجمه؟ لأنه عالم بأن هذا حرام لكن ما هو داري ما يترتب على هذا الحرام فيرجم، ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على الزنا، وربما لو كان عالما ما زنا، أي لو كان عالما أنه يترتب عليه الحجارة ما زنا، لكن يعلم الحرام ما في عذر لك. ومن الموانع من التكفير أن يكره إلى آخر ذلك، هذا غير مقصودنا، مقصودنا الأول أن لأنه ليس كل من وقع في الكفر فهو إيش؟ فهو كافر بالله من من ينتسب إلى الإسلام لا نكفره، فالفاعل للكفر على قسمين، إما أن ينتسب إلى الإسلام وإما أن لا ينتسب إلى الإسلام، فالذي لا ينتسب للإسلام هذا ما حكمه عندنا؟ كافر بالله، ويوم القيامة ما قيمة عن الحجة، نتكلم على شخص ما قيمة عن الحجة ينتسب إلى غير دين الإسلام، وهذا مات وهو لم يبين لا أن هناك دين الإسلام يدعو إلى كذا وكذا، ففي الحياة الدنيا ماذا نحكم عليه؟ ننسب إلى الدين الذي ينتسب إليه فنقول بأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة نقول أمره إلى الله، وصح الأقوال يقول الشيخ العثمين أنه يختبر، أنه يختبر. الثاني الذي ينتسب للإسلام وقع في الكفر بالله وفي الشرك بالله وزاول أعمال كفرية لكنه لم ينبه عليها وأنها كفر بالله ولا يجوز أن تفعل ولا يدري أن حرام، يظن هذا ما في شيء، هذا جائز يذبح القبر يندر القبر يا محضراء يا كذا يا عيد الوساء، يظن هذا أولياء يسمعوا والله أعطاهم قدرة وأعطاهم كذا على الإجابة ولبسوا عليه، وما حد جاء قال له هذا شرك بالله انتبه هذا لا يجوز، هذا ما حكمه في الدنيا؟ لأنه مسلم لا نسلبه اسم الإسلام حتى نقيم عليه الحجة، فإن قمنا عليه الحجة كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا في شرك الوسائل. وأما شرك المقاصد يقول هذا عدرس إلهي من دون الله أو إلهي مع الله سبحانه وتعالى، فهذا أنا أعتقد كفره، أعتقد كفره لأن هذا شيء معروف معلوم أن هذا حرام لا يجوز، أن هذا كفر بالله جل وعلا أني أزعم أن عيدروس إله لي من دون ربي سبحانه وتعالى، أو عيدروس هذا مع الله إله، هو إله وعيدروس إله، مثل ما ثلثت النصارى وهكذا محضار إله ثلاثة معي، معي الله معي محضار ومعي عيدروس كلهم آلهتي، هذا ما حكمه؟ كافر بالله سبحانه وتعالى، لكن يشرك في الوسائل ويقول هؤلاء ما هم آلهة ولا شيء ولكن هم ناس صالحون هم كذا ونحن ربما نفعل، وما أحد نبه أن هذا حرام وهذا كفر بالله، هذا الذي نعتقده، والمسألة كما سمعت بين أهل العلم الخلاف فيها، لكن هذا المقرر عند الشيخ الإسلام في تفصيل كلامه وعند العثيمين كما سمعت من كشف الشبهات وشرح كشف، وأحسن من أحسن من تكلم على هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، هو الشيخ هنا أعطاها صفحات كثيرة وأسطرا كثيرة رحمه الله تعالى لما يرى من خطورتها، فلذلك يقول لبعض طلابي إني آسف أن هذا الأمر ما تبين لكم إلى الآن، ما تبين لكم إلى الآن مسألة العذر بالجهل، ثم ذكر القول الصواب عنده وأن العذر بالجهل قائم وأنه لا زال العذر بالجهل ولا نكفر إلا بعد إقامة الحجة، يأتيك واحد مقلد لك جهل من الجهال مثل بعض إخواننا في الحبشة قلدين لجهل من الجهال، حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى متى ينتبه الشخص ويعجب بكلام هذا المنفوخ مثل فالح الحربي ومثل هذا المنفوخ ومثل حازم ومثل فلان وفلان
وإذا به يسمع يظن هذا أتى بعلم، والمسألة كذا. وإنما الإعذار في التعذيب، وأما الإعذار في الحكم فلا إعذار في الحكم، بس يظن هذا ابن تيمية في عصره. يا أخي ما تمر علينا هذه الأمور، لا أحد يشغشك علينا، والله ما أحد يشغشك علينا، نحن على كتاب وسنة، وهذه المسائل اختلف فيها علماؤنا. أما أنك تريد أنك تفلسف علينا وأن ما في إعذار في الحكم وإنما الإعذار في التعذيب، وأننا لا نقول بأنه يعذب، وأما في الدنيا فهو كافر، ويجي طالب مسكين يقول له والله هذا ما أتى بعلم، هذا أبو بلال وذا جهال. شوف كيف العلم، كيف شيخ الإسلام يقرر إعذار في إيش يا أخوان؟ إعذار في الحكم ولا إعذار خاص بالتعذيب؟ إيش يقول شيخ الإسلام ما يتقدم؟ أننا لا نكفر لأنه جاهل، هذا إعذار في الحكم ولا إعذار في التعذيب؟ إعذار في الحكم. هكذا الشيخ العثيمين يقرر أي شيء، وهكذا الألباني، وهكذا محمد أمان الجامي، وهكذا أئمة كثير من أئمة أهل السنة والجماعة ممن تقدم ومن تأخر يقررون الإعذار في الحكم. فهم هذا شيء واضح وشيء جلي، وهذه نصوص من كلامهم. ما هو معنى كلامهم إعذار في التعذيب؟ أننا لا نقول بأن يعذب، لا، عندنا إعذاران له، من لم ينبه ومن لم تبلغ الحجة إعذاران له، إعذار في الحكم وإعذار في إيش؟ في التعذيب. وإن شاء الله يستفيد هذا، وهو يظن أن الناس جهال وأن الناس ما يفهمون، وسيضحك على بعض المساكين من هؤلاء الذين هم قد سمعت من إخواننا الأغمار هؤلاء. يا أخي هذه دعوة عصيمية، هذه دعوة لهؤلاء، يجهلون علماء الحديث، يجهلون علماء السنة، وأن ما يفهمون، ما يعرفوا أصول الفقه، وما يعرفوا كذا هو المؤصل، وتجد من هرول بعد العصيمي، دعوا الناس إلى ندوات أو إلى دورة له، وإذا بهم من اليمن، من المغرب، من كذا، مشقشق من المشقشقين يغترون به. وهكذا هذا الرجل، لكن هذا الرجل قد جنى على نفسه، وأيضا كما يقال بحث عن حتفه بظنفه، كان مستورا لا أحد يعرفه. فأي واحد يتجرع على علمائنا، يتجرع على أهل السنة، والله إن الله يحفظه. فما كنا نعرف جربوع، وإذا بنا نعرف أن هذا الجربوع يتكلم في الألباني، يتكلم في محمد أمان الجامي، يتكلم في شيخنا مقبل، وأنه مدرس الأصول، وهؤلاء مدرسة الألباني، لا يعرفون للسلف ولا لأمة التابعين وزن. يا أخي اتق الله، حرام والله حرام. وأن هذا أصل البلاء جاء من من؟ من الألباني. اسمعوا يا أهل الحبشة، يا من تغترون بأبي فلان، بأبي فلان، وليس كل أهل الحبشة الذين يعرفون أنفسهم، اسمعوا، جهل علماؤكم وأنتم في الطريق، إن استمريتم على هذا في الطريق إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كنا نريد أن نقرأه فنسيناه، فنقرأه ويتعلق بمسألتنا، وهي مسألة العذر بالجهل، التي قد علم الخلاف بين أهل حق أنفسهم وأنه دائر بين أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، ولا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا صوم، ولا صوم ينجيهم من النار، فقال: ولا صوم ينجيهم من النار. وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رجل لم يعجل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوا الحديث، وتقدمت قراءته. فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن، مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع
ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت عليه، إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بين في عدم إيمانه بالله. ومن تأول قوله لئن قدر الله علي بمعنى قضاء أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى، فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه. إذا فعل ذلك، فلو كان مقرا بقدرة الله عليه، إذا فعل ذلك قدرته عليه، إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له، ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب، وهو قد جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فلا يكون الشرط هو الجزاء، ولأنه لو كان مراده ذلك لقال فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذابا، كما هو الخطاب المعروف مثل ذلك، ولأن لفظ قدر ولأن لفظ قدر بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة. إلى آخر كلام رحمه الله فيما يتعلق بعذر هذا الرجل الذي أنكر شيئا مجمع عند أهل العلم على أن منكره كافر بالله سبحانه وتعالى، ولكن عذر لجهله فغفر الله له فهو جاهل. وهنا تنبيه فيما يتعلق بمسألتنا هذه، فإن بعض المخالفين للفريق الآخر الذين يقولون بالعذر بالجهل، وأنه لا يحكم على الشخص إن كان من ينتسب الإسلام إذا فعل شيئا من الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فإنهم ربما يطلقون كلاما وما كان يليق بهم أن يقولوه، وهو أنهم يقولون هؤلاء الذين يصححون أو هؤلاء الذين يقولون بالعذر بالجهل يصححون دين المشركين وعباد القبور. فالجواب أن من صحح دين المشركين وعباد القبور كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مجمع عليه، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، وهكذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنت الآن تضاد الله سبحانه وتعالى، وهكذا ترد هذه الأدلة الواضحة بتصحيحك لدين المشركين وللدين الذي أبطله الله سبحانه وتعالى، فهذه محادة لله جل وعلا. فلا نعلم عالما من العلماء الذين قالوا بالعذر بالجهل يصححون دين مشرك وأن دينه صواب، هذا والله من الظلم، وهذا من البغي أن يرمى أحد علمائنا ممن لم يرى القول الآخر، وهو القول بعدم العذر بالجهل، فرأى القول بالعذر بالجهل أنه يصحح دين مشرك من المشركين، سواء كان من المشركين الأصليين أو من المشركين الذين هم ينتسبون للإسلام من عباد القبور. ولكن المسألة التي بيننا وبينكم مسألة العذر بالجهل، فلا تشعبون على الناس وتشغبون على الذين خالفوكم وأنهم يصححون دين المشركين، هذا اللازم لك ولا يلزم القائلين الذين قالوا بخلاف قولك جربوع، هذا لا يلزمهم، لأن لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم به قائله، هذا هو الأصل. وهؤلاء معلوم من دينهم وصلاحهم وعقيدتهم أنهم لا يصححون دين مشرك أبدا، ولا يجوز لأحد أن يصحح دين مشرك سواء كان من الأصليين أو ممن ينتسبون الإسلام، هذا كله شرك بالله جل وعلا وهذا كفر بالله. ولكن نحن نخالفكم في أهل الإسلام أو في من ينتسب للإسلام ممن صدر منه هذا الكفر بالله جل وعلا، فهل يلزم من ذلك تكفيره إذا وقع في الكفر بالله، أم لا بد من إقامة الحجة عليه ولا بد من البيان والدلالات التي ننصبها له، فإن أصر بعد ذلك وعاند وأعرض كفر بالله سبحانه وتعالى، وإن تاب ورجع وأناب نفع نفسه. فهذا المسألة التي نحن نتكلم عليها. وأما قبل إقامة الحجة فهؤلاء جماعة من العلماء الصلحاء من العلماء أرباب العقائد الصحيحة يرون العذر بالجهل فلا يجوز أن يثرب عليهم أو يكفر العاذر كما يشير هذا الجربوع في كلامه، وأنه يقول هذا لا يصلى عليه وهؤلاء إرجاءهم أغلظ من إرجاء جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كاد متفق على كفره أنه كافر بالله سبحانه عقائده فاسدة، فكيف تقول هؤلاء
مثل الجهم أو أشد من الجهم، هذا من البغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تقدم معكم أيضا تقدم معنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية. وهكذا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله أمر بالعدل سبحانه وتعالى وأمر بالإنصاف، فما أبعد الجربوع هذا عن الإنصاف. وما أحسن قول عمار رضي الله تعالى عنه كما علقه البخاري، وهو قوله: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا أمر لا بد منه، هذا من الإيمان الإنصاف. أما أنهم لا ينصفوا، المخالفون لكم لا ينصفوا في قولهم، وأنهم مرجئة أشد إرجاء من الجهم، وأنهم لا يصلى خلفهم، وأنهم خالفوك في هذه المسألة التي يقول الشيخ العثيمين الخلاف فيها سوق، والخلاف متقدم ليس متأخر بين العلماء. تأتي وتكيل عليهم مثل هذا وتظن أن ما ذهبت إليه هو التحقيق، وأن القول الآخر هذا قول لا معنى له، ومن أخذ به فقد صار من إخوان عباد القبور، وصار لا يعرف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصار من السفهيين لا من السلفيين. هذا من البغي وعدم الإنصاف، ونحن مأمورون بالإنصاف. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أين أنت من الآيات هذا؟ عدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن عدلك. ولكن نحن في زمان كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. هذا ينطبق عليك يا جربوع، ما عندك إنصاف لمن عارضك أو لمن خالفك. فما أجمل هذا الكلام، نحن في زمان أو نحن في زماننا هذا، أو قال: ما في زماننا هذا شيء أقل من الإنصاف. وهكذا قول الذهبي رحمه الله: صرنا في وقت لا يقدر البعض على الإنصاف، على النطق بالإنصاف، لا يقدر الشخص، صرنا في زمن أو في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف، يخاف من فلان ومن فلان، والله ما عندنا تهيب لا لفلان ولا لفلان، نحن الذي نعتقده سنمضي عليه، والموعد الله سبحانه وتعالى، نحن الذي نعتقده ونقرره أن من كان ينتسب، هذا تقرير العثيمين، وهذا ظاهر كلام بل نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا تقرير أيضا عبد المحسن عباد وغير هؤلاء الألباني، ألا ما هم معتدون عندكم هم علماء. فنحن الذي نعبد الله سبحانه وتعالى ونعتقده، ولا أيضا كذلك نشنع ونبدع من قال بخلاف هذا القول، وأنه كافر وأنه سفهي وليس بسلفي إلى آخر ذلك، وأنه أخلي عباد القبور أو إلى آخره. أبدا لا نقول بهذا ولا نستسيغ هذا لأنفسنا، ولكن إن كان هذا نقول هذا القول هو الصواب، هذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وهذا هو الإنصاف. وأما التسفيه والتبديع والتضليل والتكفير هذا ليس من شأن أهل السنة وليس من أدب الخلاف. أنت ما عندك أدب الخلاف والله، على ما يذكرون أنك عالم وغير ذلك، وين أدب الخلاف؟ وما كل عالم يحسن أن يتكلم، أي والله، خصوصا أنت يعني على وجه الخصوص قد يكون عندك علم وموسوم بالعلم، القرضاوي يصفون بأنه عالم وغير القرضاوي، لكنه عنده شطط وخطل في مسائل معروفة، وأنت يصفونك بأنك عالم وعندك شطط وخطل في أشياء معروفة. والله قد وصف أهل الكتاب بما وصفهم، أنهم عندهم التوراة لكنهم ما أخذوا بالحق وما أخذوا بما في التوراة، وأنت ما أخذت بالحق في مسألة الإنصاف لإخوانك والإنصاف لمن خالفك في قولك، فصدر منك الخطل وصدر منك الشطط. فنسأل الله العافية والسلامة، فلا يلبسون على الناس أننا نصحح دين المشركين أبدا. دين المشركين تحت الأقدام دين جاهلي لا يجوز أن يصحح، ولكن نحن نختلف نحن وأنت، وهكذا أيضا علماء المسلمين الذين اختلفوا في هذه المسألة وفي هذه الجزئية، مسألة من كان ينتسب للإسلام إذا وقع في الكفر بالله، وقع في الشرك بالله، هل يكفر أو لا بد من إقامة الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع؟ ونحن نقول بالقاعدة التي هي الأصل أنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، وليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وليس كل من وقع في الفسق فهو فاسق حتى تقام الحجة. وهكذا نفرق بين القول والقائل،
ونفرق بين الفعل والفاعل. فالفعل نحكم عليه بأنه كفر بالله سبحانه وتعالى إن كان من الكفريات، والقول كذلك. وأما الفاعل فنفصل فيه إن كان ينتسب للإسلام، شئت أم أبيت، رضيت بهذا لم ترضى، هذا القول الذي نعتقده. لا داعي لشغشغة هذه علينا، ولا داعي لهذا الحماس ولهذه الهنجمة على المسلمين. وهكذا نفرق بين القول والقائل. فالقول كفر عندنا بالله، والقائل نفصل فيه، القائل نفصل فيه ونكفره بعد إقامة الحجة. وهذا هو تقرير العثيمين، وإن ذهبت تلتمس غير هذا، لكن هذا الذي سطره، وهذا الذي أقره، وهذا الذي نشره رحمه الله في شروحاته وفي فتاويه، وهكذا أيضا في كشف الشبهات، وهو يعتبر من أحسن من تكلم على هذه المسألة. ونسأل الله لنا ولك الهداية، ونسأل الله لنا ولك السداد. والله إن هذا الكلام الذي قلته فينا، وأننا كذا وكذا وغير ذلك، ما هذا إن شاء الله نحتسب عند ربنا جل وعلا، والموعد الله. إذا كفرتنا وإذا رأيت عدم الصلاة، نحن لسنا مبالين بك أصلا، كلامك ما يتعدى فيك، ما يتعدى فاك، كلامك لا يتعدى فاك، كلامك ما يتعدى قدميك. إي والله، وإنما يأخذ بل الحماسيون المغترون بالشغشغة هذه التي تقولها أنت. وهكذا يقولون أيضا أن هذا التعذيب المقصود به والعذر المقصود به بالنسبة للتعذيب في الآخرة، وأما الحكم والتكفير في الدنيا فلا. من قال هذا؟ كلام شيخ الإسلام هذا، وإن قال به جماعة من أهل العلم، لكن نحن نتكلم عن مخالفين لكم. فإنهم يعذرون في الحكم في الدنيا إلا بعد إقامة الحجة، وهكذا يعذرون في التعذيب في الآخرة. لا تذهبوا تلبسوا على الشباب، وأن كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله فيما تقدم أنه لو رآهم كذا هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ما نكفرهم لأننا ما قامت عليهم الحجة، فهم جهال، أن المقصود به أي لا نعذب، لا نحكم عليهم بالتعذيب. كلام صريح، وهذا فهم الشيخ العثيمين. وإذا فهم غيره هذا الفهم فلهم ذلك، لكن هذا فهم كلام معتبر، وهذا ظاهر كلام الشيخ، بل أقول صريح كلام الشيخ في ما سمعت ما نقلناه قبله. وتذهب وتلبس على الناس، حرام عليكم، تريدوا تقرروا ما تذهبون إليه بالصميل كما يقال، وأنه الحق. لا يا أخي، أنت معك أدلتك، إذا رأيت أنها أدلة يعني تبرهن بها على ما تذهب إليه، وهؤلاء معهم أدلتهم. لا يجوز إجحاف الناس. الإنصاف الإنصاف يا جربوع، والله أنا ناصح لك، الإنصاف الإنصاف، وإلا والله لا تسقط ولو كنت من كنت، فإن الذي لا ينصف خصومه لا ينصف غيره يسقط. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.